فقدت اليوم المنطقة الشرقية الدمام رجل الأعمال سعيد رداد الذي انتقل إلى رحمة الله تاركا خلفه أعمال صالحة وجامعا كبيرا يصلي فيه المئات من المصلين بشكل يومي. وأثناء تداول خبر وفاة رجل الأعمال سعيد رداد تفاعل معه النشطاء في منصة إكس، رصدنا لكم أبرز ما قيل فيه. الراحل رجل الأعمال سعيد رداد هو أحد أعيان المنطقة الشرقية والذي يعرف بأعماله الخيرية الكبيرة. هذا الإنسان ترك خلفه أحد الجوامع التي يحب المصلين التردد عليها طيلة السنة والصلاة فيها بشهر رمضان. دعونا نشاهد مقطع من أحد الصلوات التي وثقتها الكاميرات. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما